بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، عايزين نرسم النهاردة شخص كلنا بنحبه وليه شعبية جميلة جدا عند الناس، عند الناس جدا، دايما في أدوار الرجل الحرير، راجل ممثل مهارة مهارة فنية، راجل مخرج عظيم، دايما في
احنا بنبردها برضو في العثمان ومشاكله. ما نيجي نعمل كده، احنا بنعمل تطريز في اللبس نفسه او السوستة تديني الشكل ده. تنطق معاك على طول وتظهر، مفيش أدنى مشكلة فيها. نيجي مثلا نعمل له لبس عينين كريم كده، نبتدي ملامحه تظهر. كده قلنا ان ممكن تكون له فرش الوان الميه او الوان ايا كان. المهم عندي تغطية النجف النفسي من الظهر بملامح الشخصية نفسها. ظهرت كده تظهر كل ماذا كده تظهر والمسافة الجمالية اللي فيها. احنا في البلد مغرورة بس مش أكتر، ما بنعملش حاجة، ما بنجيبش حاجة للشخصية نفسها. واضح ده الأزرق برضه، احنا ربنا إن الراجل الأزرق عارف هو باين في الكاميرا أسود أو أزرق. المهم إن اللون غامق، اللون اللي أنت بتحبه. مش عايز اقول لك اللي انت بتحبه والله. المتاح قدامك انت بتشتغل فيه. طيب انا بجيبه كده هنا، واجي كده، واجي كده، تمام. خدنا احنا ديت برضو نفس الشكل ده مع الصدانة. إن إحنا هنعمله كده، وهنيجي هنا ناخد الجزء ده كده تسويد. إذا عملنا فارق ما بين هدومه وما بين شكله أيا كان، بس ممكن اللون ده يفرق شوية معانا. معلش. ماشي، نحدد واحدة واحدة من هنا. مش عايز بس اللون يفرش معايا أنا، أنا مش عايز اللون، أهم حاجة يفرش معايا. أنا باخده كده على هنا على الهاتي، باخده كده وأطلع هنا. تبتدي تظهر قدامي معالم الشخصية الجميلة دي برضه تسويدي.
حنا المجسم اللي قدامنا برضه بالطريقة اللي تريحنا، وناخد التظليل ده كده برضه نيجي هنا نكمل تحديده، هو راسم وهو متكئ كده يعني، هو مش ثابت واقف كده، لأ هو كده ابتدت تظهر الشخصية نفسها، شخصية الفنان الجميل كريم عبد العزيز. كل ما تديله تغميقه دي الغامق بتاعه يبتدي تظهر ملامحه، لغاية ما تنطق الصورة معاك يقولك أنا أهو أنا فعلا كريم عبد العزيز أهو، هو مواطن. كده رسمنا الشخصية وخلصناها، مفيش أدنى مشكلة في رسمها ولا حاجة، عملنا حواجب صغيرة كده زي ما هو معروف شكلها، ابتسامته الجميلة يكون هو حابب إن يترسم عشان يرفع علينا قضية ويقول لك ترسموني ليه؟ يبقى كده بانت قدامنا شخصية كريم عبد العزيز، هنقوله نعمله كده، ناخده بروفيل عشان يطلع على الكاميرا، انا هسودها بعد كده يا جماعة، هعمل بقى تشغيل في فكرة الشخصية نفسها زي ما احنا شايفين، مش عايز نحط شخصية جميلة جدا، أنا من عشاقها بصراحة، الشخصية فنان محترم فعلا، اللي ما اشتركش في القناة ما فيش داعي، أنا ما بحبش الحكاية دي، ما بحبش أقول لحد اشترك ويكتب كومنت ويعمل مش عارف إيه، ما بحبش الكلام ده، أنا كل واحد حر، اللي عايز يشترك في القناة، اللي عاجبه الرسم اشترك، اللي مش عاجبه ما بحبش الرسم.